12 سنة ديال الدراسة، يعني يعني ماشي خصك تكون تكون قاري قاري. من تحضيري حتى البكالوريا، هذه هي 12 سنة، ماشي تكون قاري غير لحد الإعدادي وتقول لهم راني قاريت 12 سنة، من طبيعة الحال ما قاريش 12 سنة، الله قاريت 9 هادشي شهور. اللي كاين، لا فهمتك. هادشي اللي كاين. تفضل أخويا. قالوا لي صافي غنوصلوا الميساج ديالك دار الفيزا ونعيطوا لك في العشية. كتعدي في ستاتيو الرفض النهائي. نعم. في العشية طلعت لي إجراء إداري، الغد ليه صافي طلعت لي إيشي. صافي خديت هاكا. الفيزا ديالي، خديت الفيزا ديالي انفو، خديت الفيزا قطعت من بعد. السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة للجميع. هذه المرة معنا واحد التجربة مختلفة على التجارب ديال المقابلة، الفحص الطبي إلى آخره. هذه تجربة ديال شخص وفائز ديفي كان 22، الحمد لله وصل لأمريكا، استقر بخير وعلى خير، غيحاول يبارطاجي معكم شي حويجات مهمين جدا. فرجاء أننا غنربط به الاتصال وسمعوا مزيان شنو غادي يقول. أنا هادشي اللي بغيتكم باش تستافدوا من الإخوان اللي الله جاو، يعني شنو هما الصعوبات، شنو هما المشاكل، شنو هما الحوايج اللي ديروهم في بالكم قبل ما تجيو هنايا. واخا حنا كنا هضرنا لكم على بزاف ديال الحوايج، ولكن استافدوا من الناس اللي جاو يعني واقعيا وشخصيا جاو هنا لامريكا. فنربطوا، خليكم معنا، نربطوا الاتصال مباشره مع الاخ سي محمد. كنظن غتكونوا ذكرتوا سي محمد. الو، السلام عليكم، وعليكم السلام. كي داير هذا الراجل؟ صافا بخير، لاباس عليك؟ الحمد لله اخي، تمام هانيه، كلشي بخير. بخير. سمح لنا غناخذ من وقتك واحد 7 دقائق ولا 10 دقائق. مرحبا سيدي، مرحبا. معك كمال، على كمال كمال، انت مباشرة معنا. حاول تبارطاجي التجربة ديالك الفريدة من نوعها، ديال انك وصلت هنا لامريكا، لان ديجا انا وياك كنا هضرنا. فبغيتك اخي محمد، رجاء الاخوان المهاجرين الجداد ولا الفائزين الجداد، انت كنظن ديفي 22، فهاد الناس ديال ديفيد ايه 23 باش يستافدوا من التجارب ديال الاخوان. دوزنا الحمد لله التجارب ديال الاخوان واحد اخرين، حتى هما جاو هنا لامريكا بدوري، كنشكرهم بزاف بزاف كما كنشكرك حتى انت سي محمد. يعني انت راك بارطاجيتي معنا التجربه ديالك، لا نهار فاش دوزتي والمشاكل اللي كانوا وقعوا لك في المقابله الى غير ذلك، والانتظار وواحد الضغط يعني اللي كانوا عاشوه بزاف ديال الاخوان. فلك الكلمه خويا محمد، حاول تبارطاجي مع الاخوان. شنو انت كيفاش وصلت هنا الامريكان، شنو هما الصعوبات، شنو النصائح اللي تقدر تقدم لهاد المهاجرين الجداد والفائزين الى غير ذلك. تفضل اخويا. مرحبا سيدي. المهم انا كان عندي الكيز نمبر ديالي هو 16 16، اها 16 16 دوزت الانترفيو نهار 12/8. المهم كان عندي الرفض بسبب البكالوريا، كانت عندي بكالوريا حرة، نعم. بكالوريا حرة، كانوا قالوا لي صيفط لنا الدبلوم ولي زاتيستاسيون دو ترافاي، صيفطهم لينا. دبلوم اخويا مؤهل، يعني قلبتي في ذاك السيت كان مؤهل. كان عندي في لانون 8. داكور. وتجربة مهنية، شحال كانت عندك تجربة مهنية؟ تقريبا 10 سنين ديال الاكسبيريونس فاش اش من دومين اخويا محمد؟ في الاندستريال، المينتنس اندستريال. المينتنس اندستريال، اوكي. تفضل اخويا. صيفطت لهم الوثائق، من بعد واحد السيمانه كانوا عيطوا لي من القنصليه قالوا لي لا راه الفيزا ديالك راه ما ترفضوا في الفيزا، خذ الباسبورات ديالك من ارامكس. من بعد منها 3 ايام عاودوا عيطوا لي قالوا لي خاصك تجي عندنا. مشيت لعندهم صافي، بداو كيسولوا فيا على الباركور سكولار، امتى خرجتي ابتدائي، شمن المدرسة خرجتي، امتى خرجتي الاعدادي، شحال دوزتي فيه، الليستي شحال دوزتي فيها، شنو هو الفرق ما بين هاد الشعبة وهاد الشعبة. المهم من بعد قالوا لي صافي اوكي كلشي مزيان، راه حتى نعاود نعيطوا لك. هادشي غير في العشية بالتليفون، هادشي عيطوا لك غير في التليفون ولا مشيتي نو عندهم القنصلية؟ عيطوا لي بحال اليوم في الصباح، قالوا لي غدا في الصباح تكون عندنا. قلت لهم واش نجيب معايا المدام والبنيه ولا خاصكم شهر؟ قالوا لي لا كل شيء عندنا غيجي عندك. اها، يعني دخلتي عاود عندهم القنصلية؟ دخلت عندهم من القنصليه في بيرو بيني مع جوج المغاربه، هاكاك داكور. بداو كيسولوا فيها فين قريتي، الليستي شحال دوزتي فيها، شنو هو الفرق ما بين هاد الشعبه وهاد الشعبه، شنو درتي من بعد الليستي. نعم، هادو هما ديفي الاسئله. 22 ياك اخويا محمد؟ ديفي 22. داكور، ديفي 22. تفضل خويا. من بعد قالوا لي صافي راه حنا غنوصلوا الرساله ديالك لضابط الهجره. يعني راه ضابط الهجره ما كانش فاهم، قلت راه كاين مشكل. دابا الناس اللي المشكل عند الناس اللي ما مكملاش 12 عام ديال القرايه، يعني مثلا دوك الناس حيتاش البكالوريا ليبرا وهي كمال في المغرب، تقدر تكون عندك غير اعدادي وتدوز لا عارف، بكالوريا. عارف، راني مغربي، راني عارف هذا القانون ديال البكحور في المغرب، عارفه.
وما هادشي علاش هما كيقول لك خاصك ضروري تثبت لينا 12 سنه ديال الدراسه، يعني يعني ماشي خصك تكون تكون قاري قاري. من تحضيري، من تحضيري حتى البكالوريا، هذه هي 12 سنه، ماشي تكون قاري غير لحد الاعدادي وتقول لهم راني قاري 12 سنه، من طبيعه الحال راك ما قاريش 12 سنه، الله قريت 9 هادشي شهور. اللي كاين، لا فهمتك. هادشي اللي كاين. تفضل اخويا. قالوا لي صافي نوصل الميساج ديالك ضابط الجزائر ونعيطوا لك. في العشيه كتعدي كتعدي في ستاتيو الرفض النهائي. نعم. في العشيه طلعت لي اجراء اداري. الغد ليه صافي طلعت لي ايشو. صافي خديت هكا. الفيزا ديالي، خديت الفيزا ديالي ان فور خديت الفيزا، قطعت من بعد منها وقال شي مانا وقال شنطة سيمانة صافي طلعت. باش جاي اه باش سيمانة داير الدمام. باش جاي باش ضايع، حيتاش قربت الفيزا اكسباير، نعم ندوز طبيب انا بكري وعندي الوليدات خاصني نطلع انا باش يلا يلا نوجد تقد مسائلك نقرا عاد تجيب وليداتك. القرا. نعم فهمتك. تفضل اخويا، نقرا وصلت القرا الحمد باش لله لامريكا. جيت امريكا في نهار 5 في شهر 10، 5 في شهر نهار 10. 5 في شهر دخلت امريكا. صافي دخلت امريكا، مشيت عند واحد الولد. من بعد صافي كنقلب على الكرا، المشكل اللي كاين هو الكرا. الا كان شي واحد جديد، الا ما كانش عند من تجي ولا شي واحد اللي غيلقى لك الكرا ولا يضمنك، هذاك هو المشكل اللي غيلقى، اللي غيلقى المهاجر. وسيرتو الناس اللي كتكون مزوجه، قلت لك المشكل ديال الكرا هو الناس اللي بالنسبه مزوجه، الناس اللي كيكونوا مزوجين اللي غيلقى مشكل في الكرا، يعني نعم خاص انت اللي بعد يعني يضمنهم عرفنا ان المشكل الاول هو ديال الكرا، خصك ضروري تلقى شي واحد اللي غادي يعاونك ويوقف معاك باش تلقى الكرا، خاصة كما قلتي للاسر. وكاين بعض الناس كيلقاو داك الحل ديال انه ما عندكش كريديت سكور، ما عندكش هذا، كيولي كيطلب منك ديبوزيت اللي غالي. مثلا دري صاحبي شدو من عنده 2500 ديبوزيت، ديال شهر ولا 2500 شهرين؟ هو كاري ب 950، يعني كاري ابارتمنت 1 باد ب 950، 1 باد ب 950، يعني غاش كون 3 شهور. شدو منه 2500 ديبوزيت. نعم سمعتي؟ نعم شنو غنقول لك؟ المهاجر الجديد ضروري الفلوس، يجيب مع الفلوس، كل ما جاب مع الفلوس بزايد كل ما مزيان. نعم اللي عارف جاي راسو لشي ولايه اللي ما فيهاش ترونسبور، ضروري فلوس طوموبيل، يعني غيجي خاصو يمشي يدوز البيرمي، خاصو ياخد طوموبيل باش يديبلاص. نعم راه انت خديتي اخويا ستور هذا. طوموبيل فاش جيتي، كانت اللي قلتي لي خديتي طوموبيل فاش جيتي ياك. فين جيت انا؟ ان فوا جيت خديت البروف اوف ادريس، مشيت دوزت البيرمي، خديته وخديت الطوموبيل. نعم وما الحمد لله ما لقيتيش مشكل في الترونسبور لان خديتي طوموبيل ديالك مزيان. لا خديت طوموبيل. بالنسبه حيت للخدمه الستور هو الاخر، الا ما كانش عندك طوموبيل ما تقدرش تمشي ليها، هذا نعم، تعيط الاوبر باش يديك. وخاصه اللي عنده الاسر، المدام، الوليدات، راه صعيب شويه عليهم. ضروري تفضل الطوموبيل. بالنسبة للخدمة أخويا محمد. الخدمة بالنسبة للخدمة موجودة، الخدمة أسهل حاجة هي أنك تلقى خدمة، خدمة موجودة. إلا كنتي قادر دير 3 جوبس راه ديرهم. ولكن بشرط شنو خص يكون عندك؟ شنو خصك توفر؟ شنو هما شكون الامتيازات اللي خص يكونوا عندك؟ أول حاجة يكون الواحد، أول حاجة اللي غنهضروا عليها أخويا كامل، يكون واحد يصغر راسه، نعم يكون الواحد يتصنت، يعني شي واحد اللي يلقاه قبل منه هنا، قبل منه هنا في أمريكا، يتصنت منه، يحاول يستافد منه. نعم الخدمة اللي غنهضر لك، مثلا أنا النوبة الأولى مني دخلت الخدمة، دخلت أوفري عادي، نعم ولأني كانت عندي إكسبيرينس في المغرب، دخلت نعم أوفري عادي. خدام حكى في اللاين، بان لي مشكل صحاب مينتنس، جا قديت معاهم صافي دخلت المينتنس. نعم شو هذا المشكل صافي غير باش يعرفوه؟ لا ميكانيك ياك، شي حاجة في لا ميكانيك. ميكانيك كيف نعم قديتهم معاهم المشكل. وليت عيط لي الاتش ار، اتش ار كتسولني انت فين هاد الشيء، في درتي هاد الشيء، فين عاودت لهم، تعلمتي؟ جبت لهم لي زاتيستاسيون ترافاي ديالي، كانوا معايا الدبلومات ديالي. صافي دخلت للمجلس، نعم المجلس دابا بخير عادي. ما اذا من هادشي كامل الحرفة تكون في يدك. ضروري الحرفه. الا بغيتي غير تضرب تما، راه كاينه تضرب تما، ولكن الا بغيتي تخدم وانت راك مرتاح، خدم مرتاح، يعني راه خاصها تكون، راه في نعم المغرب كاع ولا كانت عندك حرفه، راه ماشي بحال راك فهمتيني شنو بغيت نعم نوصل لك. هنا كنقول واحد المثال ديال ورك سمارت مور دين ورك هارد، يعني كتخدم ذكي اكثر ما كتخدم بتمارين، يعني بجهد. هادشي اللي كاين، زيد هادشي اللي اخويا كاين. تفضل، شي حاجه واحده اخرى او بالنسبه مهمه؟ للناس اللي عندهم الوليدات، لا حاجه الناس واحده اللي اخرى عندهم مهمه الوليدات اخويا محمد، ما قلتي ما هضرتيش عليها، اللغه، واش هي مهمه هنايا ولا لا؟
ضروري اللغه والله، ما كانت اللغه ما كاين شي حاجه والله تتولي دابا من والله والله ما كانت اللغه تتولي تدور في عينيك هنايا. الله يرضي عليك. هذا باش شحال واحد كيقول لهم اودي شوف استغل خليك من داك التفاهه، كتدخل كتبقى تفرج في قوه التفاهه، شوف مشات لك نص ساعه وانت غير حل فمك هكا كتكركر على كمال، والو، الناس راها كتعلم اللغه. تفضل خي اخويا كمال، تفضل. خي كمال، الواحد اللي كان مازال ما جاش الانترفيو مشى بروفيسي، مازال ما جاش الانترفيو تابع البروسيس ديال البروفيسي يقرا اللغه. نعم اللغه راه ما غضيش، الا مشيتي قريتي اللغه راك ما غضيش، ولو كاع ما يسترش الله ما وصلكش الانترفيو ولا شي حاجه، راه اللغه في دماغك راه ماشي شي حاجه اللي غتخدم بها غضيها. ني تما، الا كانت عندك غير اللغه الانجليزيه سير غير ايه لونطيلو، راه كيطلبوا عرام ديال الناس اللي عندهم اللغه، تخدم جيد، تخدم مترجم، تخدم ان شاء الله ما يدار باللغه، ولكن كما قلت فهمتي، للاسف. معليش زيد اخويا محمد ضروري. تفضل، لا شي نصائح اللي تقدر تقول للاخوان دابا اللي مقبلين يجيو ان شاء الله؟ بالنسبه للي مزوجين، بالنسبه للي مزوجين نوصل على حساب الوليدات دوك الوراق ديال لي فاكسان، نعم الوراق ديال لي فاكسان، يشد ورقه ديال لي فاكسان يمشي يترجمها، هذيك اللي كناخذوا حنا من عند سبيطار الحكومه، نعم يمشي ديجيتال يترجمها عند بيدياف، يمشي يصوب ورقه عند بيدياف يكاشيها ويديها للمترجم يترجمها. نعم الى عطاتو الطبيبه في لا فيزيت ميديكال عطاتو الورقه تبارك الله، الى ما عطاتوش يلقى عنده هذيك ديجا راه عنده، حيتاش ملي كتجي هنا كانوا مثلا بنتي كانوا بيعاودوا لها لي فاكسان كامل، نعم سيرتو باش تمشي للسكول. حتى جبت لهم ديك الورقه اللي كتجي من عند الطبيبه مترجمه ومقاد، نعم عاد بقيت خاصينها غير شي اربعه لي فاكسان دارتهم عاد دخلت نعم المدرسه. بالنسبة للشواهد المدرسية اخويا، جبتي انت البنية عندك كبيرة تبارك الله، الله يخليها. بنيتي عندي انا يلاه عندها شي 5 سنين ونص ايوا دابا، دونك راه يلاه غتبدا دخلت في القراية. كيندر جاردن. هذاك بالنسبة يلاه للناس اللي صافي فهمتك. بالنسبة للناس اللي كانوا فهمتي، سولون على هذا السؤال انا كنت جاوبتهم. بالنسبة للاخوان اللي عندهم وليدات يعني كبار، حاولوا تجيبوا يعني الشواهد المدرسية اللي المستوى مناش خرجوا القراية مش ديالهم اخر مستوى. والعقود الازدياد. وانتم سمعتوا الشخص، كاين هنا المدارس اللي كيطلبوا ضروري ذاك لي فاكسان ديال الدراري الصغار، لان هنايا راكم عارفين ضروري ذاك لي فاكسان يكونوا دايرينهم. زيد اخويا محمد لي زيد تفضل. فاكسان وعطاني حتى التيست فيزيكال، يعني مديتها للطبيب خاص دوز لها التيست، مديتها لطبيب سنان حتى هو دوز لها التيست، راه داك الشيء راه ما ساهلش، نعم وسيرتو ملي ما اشمن تكونش مدينة، عندك. اشمن مدينة ولا ولاية انت اخويا محمد؟ انا في ولاية بنسلفانيا، مدينة بنسلفانيا. كارلاي. داكور بنسلفانيا اوكي تفضل اخويا محمد. وهذا وطبيب السنان، طبيب السنان دابا راه هي متبعة مع طبيب السنان على حساب المدرسة، حيتاش إلا ما دارش التريتمون السنيناش مع العام الجاي ما تدخلش، ما يسجلوهاش هذا العام الجاي يعني، وسيرتو الناس اللي كتكون جاية جديدة راه ما عندهاش انشورنس، ما عندهاش، نعم كتكون شوية قضية قاصحة ما سهلاش. نعم اخويا محمد. فاخويا محمد كنشكرك، يعني كنتمنى يكون الميساج وصل، يعني حاولوا الناس يخدموا على الحرفة، يخدموا على اللغة ديالهم، يجيبوا معاهم الفلوس بزايد. شنو اخر عاوتاني يعني، يحاولوا يسولوا الناس اللي هنايا وياخذوا يعني معلومات كافية على الولاية فين باغيين يمشيو، على حسب ترونسبور، معيشة، الكرا، الى غير ذلك. اولا اخويا محمد ضروري يا اخي، ضروري يا اخي كمال، ضروري، واللي نوصي هي الفلوس، ضروري البديه تجيب معك فلوس مزيان، ما هو واخا تعرف تسلف راه غير اون فوا تخدم ديك الفلوس اللي تسلفتي في المغرب راه غتجيك والو والله طبيعي. العظيم الا قلت انا مرارا كنقول لي اخويا سير تسلف ماشي عيب، راك غتجي هنايا غدر 6 شهور ضرب عام كاع غترد الفلوس وبالدوبل الا خدمتي وضربتي تماما. والله غير رد في قليل من 6 شهور، وانا حنا قليل من كنعطيو 6 شهور حنا ابعد تقدير، حنا كنقولوا سيدي تخدم لا مرتاح، تخدم 6 شهور ولا عام وغترد الدوبل ديال داك الفلوس وتعطي الفلوس لمولاهم وغيبقى لك الشايط. او لا اخي محمد ضروري، وسيرتو الا جيتي النوبه الاولى بلا فلوس راه صعيبه صعيبة 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 بزاف، صعيبة صعيبة صعيبه صعيبة بزاف. اخويا صعيبه محمد وسيرتو هنا شكرا لك بزاف اخويا محمد، خدينا من وقتك هاد العشرة ديال الدقائق. الدنيا الله هاني يا يوفقك اخي كمان، الله الدنيا هاني يوفقك. احنا راه استفدنا منك. لا عزيزو غالي والله لا فيك بليزير، انا بالعكس عطيت فرصة هكا الله لك باش، يخليك، لانك انت مهاجر جديد جيتي باش يستافدوا الاخوان، واخا انا راه هادشي اللي قلتي انت الله كامل قلتو انا الاخوان، ولكن يسمعوها من واحد يعني جا جديد ومجرب وكما كيقولوا دازت عليه وعرف شنو اللي يعني المشاكل اللي تعرضوا ليه ولا شنو اللي لقى شي حوايج لو كان خدم عليهم من قبل راه غادي ينفعوه. ولكن الحمد لله انت يعني راك جيتي عندك امتيازات، اول حاجه الحرفه في يدك، التجربه في يدك، اللغه النيت راك جاي ضابط شويه اللغه، البيرمي جيتي شريتي طوموبيلتك من يعني كما قالوا الله خديتي البيرمي، يعني انت خدمتي وهذا الشيء راه كنا كنتواصلوا انا وياك وكنتي كتسول باش كنتي كتعجبني ما نكذبش عليك، كنتي اي حاجه كتسول عليها وكتقول لي اخويا كمال انا راني ما بغيش نجي تما ونتكرفس لا انا لا وليداتي، انا مازال عاقل على الهضره واللي كنا
كنهضروا انا وياك، فكنحييك بزاف. اي بالعكس، الله انسان يخليك. يعني كما كنقولوا الحمد لله عارف ما لديه وما عليه، وانت جيتي استقريتي، واش دابا بخير ولا ماشي بخير؟ الحمد لله، الحامدين الشاكرين ايوا وحده، الحامدين الحمد الشاكرين. لله. سير اخويا محمد بصحتك الغداء، تهلا لي في راسك تنتعيطوا ان شاء وحدك الله. تحياتي اخويا وحدك، محمد، شكرا لك. يلا سلام اخي، السلام سلام عليكم، اخي، الله يبارك فيك. سلام. اذا الاخوان كما شفتوا التجربه ديال الاخ محمد، الحمد لله يعني راه كان ظن راكم شفتوا التجربه ديالو من نهار دوز يعني الفحص الطبي والمقابله والحكايه، المشكل ديالو اللي كان وقع عليه يعني كان عنده رفض، ومن بعد الحمد لله غير كنقول لكم ربي غير يكتب لك شي حاجه، ولكن بشرط يعني فعلا تكون عندك انت الاثباتات، لان السيد قاري 12 سنه وكان عكسه، ما فهموش ان راه قاري 12 سنه، ارانا الاثباتات، ارى وفعلا اعطاهم الاثباتات. وانتم شفتوا يعني عيطوا ليه للقنصليه وهضروا معاه يعني بحال شي اونكيت، بحال واحد انترفيو واحد اخر، وتاكدوا انه فعلا قرا 12 سنه، وها هو الحمد لله جانا لامريكا، وعنده الحمد لله الحرفه ديالو، عنده التجربه ديالو، مستقر مزيان بخير وعلى خير. فهادشي اللي بغينا لكل المهاجرين، حاولوا تخدموا اللغه، حاولوا تخدموا اللغه، وحاولوا تخدموا على المهارات ديالكم والخبره ديالكم رجاء، باش ما تجيوش هنا تخدموا في تماره، فهمتوني؟ ما بغيناكم تجيو تخدموا، ماشي انت كتخلي تماره في بلادك وتجي عاوتاني هنا تضرب تماره، هنا راه الخدامي موجودين على الجد، ولكن غير خدم دماغك، يعني الا كانت عندك حرفه لا في دماغك لا في يديك، راه كتخدم مرتاح بخير وعلى خير وكتصور الفلوس. يلا الى فيديو قادم ان شاء الله، كمال يحييكم، السلام عليكم ورحمه الله.